فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في العشر الأواخر من رمضان تكثر رسائل الجوال بين الشباب في أن فلانا رأى رؤيا أن ليلة القدر هي ليلة كذا وكذا، وأن فلانا الآخر رآها فتواطأت الرؤى، فما التوجيه في ذلك؟ هذا الليالي يعني كلها تفرصات، وربما أن يكون الشيطان هو الذي تدخل وغرهم بهذه، اللي ما عليه دليل ما نقبله يا أخوان، اللي ما عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله لا نقبله. واحذروا من الجوالات وما يروج فيها، ومن الإنترنت، ومن هذه الأمور، هذه وسائل فتنة، وسائل شر. نعم.